Bonjour, Monsieur Graoui, l'ami Abou Mahrou, EcoActu. Donc, aujourd'hui, on vient de prendre à chaud la réaction de Monsieur le ministre concernant votre rapport. Donc, Monsieur le ministre a annoncé qu'il y aura plafonnement, malgré votre avis. Il a estimé que votre rapport est mi-figue, mi-raisin, parce que vous avez évoqué un point, celui que ma collègue a soulevé, dit la libéralisation. Il a dit qu'en quoi ce n'est pas du rôle du Conseil de donner son avis sur cette décision qui est une décision gouvernementale qui a été prise en 2015. Aujourd'hui, moi, ma question pour vous, c'est quel est votre avis concernant cette annonce que après votre rapport, il y aura plafonnement ? في طلب الرأي قلنا يعني من ناحية ديال المشروعية ديال القرار الطلب لا يستوفي الشروط بناء على المادة 4 من القانون الآن الحكومة راه هي اللي عندها الصلاحية ديال التقنين ماذا نقول لها لا قنني أو لا ولكن ماذا نقول إلا خدت القرار باش تقنن راه التقييم ديال المجلس الهاد يعني الأجراء ديال تسقيف ديال الهوامش الربح ها رأينا وحنا في إطار صلاحيات ديالنا حنا عملنا حنا ما تنعرفوش شنو النوايا ديال حنا المهمة ديالنا قمنا بها ولا ندخل في جدال مع أي أحد حنا قمنا بالمهمة الدستورية ديالنا بصفة مستقلة ومجردة الآن يعني راه ماشي هذه أول خطرة يعني كي يتم التعامل مع راه في جميع المؤسسات ما كاينش شي يعني انا نشوف يعني المجلس الاعلى للحسابات ماني الناس تتناقش تقول لا احنا ما متفقينش لا هذا عادي ان وزير يقول بانه راه ما متفقش مع هذا من حقه ولكن حنا ادينا المهمه ديالنا في اطار الصلاحيات المخوله لنا ومن حقنا ان نعطي راينا في السياسه العموميه ديال المنافسه وعلى وجه الخصوص التحرير لانه احنا بنينا كل شيء ديالنا الملاحظات ديالنا على التسقيف ك يعني تدبير غير كافي وغير مجدي بناء على هذا التاريخ هذه الجذور ولكن راه من حق الوزير هو جهاز مستقل وانا جهاز مستقل انا قمت بالمهمه الدستوريه ديالي يعني قمت بالواجب ديالي انا نبهت وقلت ها فين خصني نمشي الاتجاه لان هذا الدستور عطيني هذه الصلاحيه هذه وانا لا يعني 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 اكيف عملي بما يعني لا قبليا ولا بعديا انا بالنسبه لي انتهت المهمه ديالنا ندوز الملف اخر والحكومه بغات تسقف ها راينا وكونوا على يقين ها لان كونسلتاتيف ماشي ضروري ياخذوا بعين الاعتبار ولكن راه يعني راه لكن ما تنساوش على انه لافي كونسلتاتيف واخا كونسلتاتيف راه عنده قوة سياسية وأخلاقية ومعنوية ميمكنش يعني هادو راه ناس يعني فيهم قضاة وفيهم خبراء وفيهم يعني ناس يمارسون وعلى رأسهم رئيس معين بظهير وأمين عام شي راه مؤسسة دستورية ميمكنش تقوم بكامل صلاحياتها خدمة لمصالح العليا الاقتصاد الوطني لأنه هدفنا واحد حنا إيجابيين حنا درنا يعني اقتراحات درنا ملاحظات ومن واجبنا ننبهوا وحنا مقتنعين أننا التسقيف ما عاد يحلش المشكل وخصنا نقولوا هذه من واجبنا نقولها للحكومة اللي هي حكومة بلادنا وحنا تنعملوا في إطار التكامل المؤسسي نرى ما قلت لك راه حنا لسنا المعارضة ولسنا الأغلبية نحن ما يقودنا ويقيدنا هو المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وحماية المستهلك المغربي. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.